بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله الآن في عندنا محاضرة يعني كثير جميلة ومفيدة، ويعني اللي معاها ذكريات بحكي لكم بآخر المحاضرة إن شاء الله. فإن شاء الله يعني نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى اللي خلق كل هاي الأشياء وخلق فينا النعم وصورنا فأحسن صورنا. فبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الآن المحاضرة اسمها أسيد بيس بالانس. الآن الله سبحانه وتعالى خلق في بالجسم للحموض والقواعد حتى يظل ترتيبها ثابت وما يصير فيه تغييرات وإشي يخرب الجسم، لأنه الآن إحنا بنعرف إنه مثلاً خلينا نحكي مثلاً الإنزيمز بالجسم تشتغل على بي اتش معين، كل إنزيم له بي اتش معين يشتغل عليه، إذا تخربط هذا البي اتش الآن تخربط شغل الإنزيم ما راح يشتغل الإنزيم، وهيك يعني قيسها على كمان الأورجنز على الأعضاء. فلازم تظل حموضة الدم اللي بيسموها حموضة الدم أو البي اتش اوف ذا بلاد لازم تظلها ثابتة، البي اتش جوا الخلايا له شيء ثابت، البي اتش بالمعدة اللي هو يعني أقل بي اتش أو الأكثر حمضية اللي ممكن البي اتش يساوي واحد هناك له وضع معين. فمين اللي بيحافظ على الترتيب هذا؟ وخصوصا الآن بدنا نحكي عن الترتيب الأسيد بيس الموجود بالبلاد، يعني بدنا نشوف الآن شو التغييرات وشو الشغلات اللي راح تأثر على البلاد بي اتش، وكيف إذا البلاد بي اتش تحول شوي شفتد تو أسيدوسس كيف الجسم راح يرجعه، وكيف إذا العكس إذا كان على الكلوسس كيف الجسم راح يرجعه، وشو هو أهم شغلتين ممكن يخربطوا لي البي اتش، وشو أهم شغلتين ممكن يرجعوا لي البي اتش. طبعا هم نفسهم الشغلتين هم اللنج وايش الكدني، نفرض انه هاي كدني، الكدني قد اللنج مش عارف ليش. طيب، فاذا في عندي ايش اسمه ريسبيراتوري، في ايش اسمه ميتابوليك. ميتابوليك اكثر شيء بيلعب فيه دور اللي هو الكدني، ماشي. ممكن يكون في الان في شغلات بتشتغل بالبلد، في شيء اسمه بفرز بيحاول ينظم لي البي اتش ويحافظ عليه، لكن الاكثر منظم اللي هم اثنين هذول اللي هم اللنج والكدني. فمن اللنج ومن الكدني اذا صار اي تغيير راح يصير في عندي اما اسيدوسيس واما الكلوس. فالان لو نيجي مثلا على اللنج، الان شو دخل اللنج بالموضوع؟ الان دخل اللنج بالموضوع انه الان بالوضع الطبيعي عندي بالجسم في شيء اسمه سي او 2، صح ولا؟ اللي هو ثاني اكسيد الكربون. هذا السي او 2 لما يدخل على الجسم يتحول الى ايش؟ H2CO3. H2CO3 طبعا هون بيكون ثاني اكسيد الكربون وضيف معاه كمان ميه، يعني بيجي بالتحت هو وال H2O بفعل انزيم مهم جدا اسمه كاربونيك انهايدريز. تمام، فبتحول ل H2CO3. طيب شو يعني H2CO3؟ هسه بحكي لك، ال H2CO3 بتحول الى H اللي هو الحمض وهذا اللي بيهمني، زائد بايكربونيت، ماشي، بتحول الى HCO3 اللي هي البايكربونيت، لكن ايش؟ مش بشيء مهم قد ما هو مهم الاسيد. فالمختصر المفيد انه لما يكون في عندي ثاني اكسيد الكربون راح تعطيني بالاخير H بالجسم، يعني راح ايش؟ تزيد لي حموضة الدم، واضح؟ فشو اللي بصير عندي الان؟ الان بحكي لك احنا بالوضع الطبيعي بنتنفس الاكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون. ماذا يحصل لو انه هاي اللنج بطل الشخص يتنفس بشكل كويس؟ يعني الان قل الريسبيراتوري ريت، يعني عدد مرات التنفس في الدقيقه الريت، وقل ايش؟ الريسبيراتوري ديبث اللي هو عمق النفس. اذا قل هذا الشيء معناته ما راح يصير فيه ووش اوت للسي او 2، يعني ما راح يطلع سي او 2 لبرا، فالسي او 2 اللي طالع راح يقل السي او 2 اللي راح يطلع. معناته بانه قل السي او 2 راح يطلع، وين راح يتجمع؟ راح يتجمع بالجسم، معناته راح يزيد السي او 2 بالجسم، واذا زاد السي او 2 بالجسم معناته شو زاد؟ زاد الحمض بالجسم. شو صار بالاسيديتي عندي هون؟ زادت الاسيديتي، يعني شو صار شو صار عندي هون بالدم؟ صار عندي شيء اسمه اسيدوسيس، صح ولا؟ صار عندي شيء اسمه ايش؟ اسيدوسيس. فالاسيدوسيس اللي صار هون نتيجه مشكله بالرئه، انه الرئه ما طلعت الاكسجين ثاني اكسيد الكربون كويس، فثاني اكسيد الكربون تراكم فزاد لي الحمض فصار في عندي اسيدوسيس. لما نيجي على الاسيدوسيس نحكي له ولك اسيدوسيس، انت مين اللي عملك هون بالجسم؟ مين اللي خربطك؟ بحكي الرئه، فبسموه ريسبيراتوري اسيدوسيس. فاذا ريسبيراتوري اسيدوسيس هو الاسيدوسيس اللي صار نتيجه انه السي او 2 ارتفع بالجسم. فالان من الفحوصات اللي راح نشوفها لقدام حتى نعرف انه هذا الاسيدوسيس هو نتيجة اللنج ولا نتيجة الكدني، نيجي نشوف في عندي اسيدوسيس، كيف بشوف في اسيدوسيس؟ اما يحكي لك انه الاتش مرتفع بالدم اللي هو الحمض، او يحكي لك سوري، او يحكي لك ايش؟ البي اتش، شو صار بالبي اتش؟
قل لأنه البي اتش هو مقلوب الحمضية، فالبي اتش قل. فلما يحكي لك تيجي تشوف البي اتش قليل، البي اتش طبعا ايش يعني، خلينا نحكي هو 7.4 او 7.35 يعني، خلينا نفرض، واضح؟ فهذا الطبيعي، اذا شفته اقل من هيك معناته اسيدوسس. باجي مباشرة اطلع على مين؟ على الشاب المحترم هذا اللي هو السي او 2. شفت السي او 2 مرتفع معناته مين المشكلة؟ معناته الاسيدوسس هذا اللي هو نتيجة انه يكون 7 او اقل، 7.4 او اقل منها طبعا، مش 7.4 اللي هو الطبيعي. نتيجة ايش؟ زيادة ثاني اكسيد الكربون، معناته المشكلة من الرئة، معناته this is respiratory acidosis. respiratory acidosis. طيب والعكس صحيح الآن، شو يعني العكس صحيح؟ أنا بحكي لك، إذا صار في عندك ايش؟ إنه إجاك واحد يحكي لك شوف هذا الزلمة شو كيف بده يتنفس، شو يجي الزلمة هذا؟ بصير يسحب نفس عميق زي النفس الديب يعني، النفس عميق وبنفس الوقت سريع، فزاد الريت وزاد الدبث يعني، الان قاعد بسحب نفس كثير لجوه وبنفس الوقت يطلعه بسرعه، قاعد بلهث يعني، هاي الملهثه بس طبعا ايش، مش لهث هيك، هاي اللهث السريعه مش قاعد يوصل لجوه حتى انه يسحب السي او 2، لازم يكون النفس عميق ماشي، فبيجيك نفس عميق ماشي، فبطلع عندك ايش سي او 2 كثير، فالسي او 2 صار يطلعه الجسم كثير، صار في ووش اوت للسي او 2 بشكل كبير، معناته السي او 2 صار يطلع كثير، معناته قل السي او 2 هاي قل، قل السي او 2 بالجسم، واذا قل السي او 2 بالجسم معناته قلت الحمضيه بالجسم، بطل في اسيدوز، شو صار؟ الكالوسيس، فصار في عندي الكالوسيس. فالالكالوسيس اللي صار هون نتيجه مين؟ نتيجه انه الرئه قاعده بتتنفس بشكل سريع، بتطلع سي او 2 لبرا الجسم بشكل سريع، معناته قلت الحمضيه، صار في عندي الكالوسيس. فالالكالوسيس اللي هون شو بنسميه؟ ريسبيراتوري الكالوسيس. شو بنسميه؟ ريسبيراتوري الكالوسيس. وضحت؟ حلو كثير. صلينا على النبي، اللهم صل على محمد. اليوم الجمعه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه فإن صلاتكم معروضة علي، فكثروا من الصلاة على النبي اليوم، اللهم صل على سيدنا محمد، ولا تنسوا سورة الكهف كمان. طيب نيجي الآن للكدني، بس خلنا نمسحها. طيب الكدني شو لها تأثير؟ الكدني أكثر تأثيرها على ال HCO3. ال HCO3 شو هو؟ البايكربونات. البايكربونات هي الإشي القاعدة بالجسم يعني عكس الحمض، البايكربونات. فهاي الكلية تعتمد على البايكربونات بشغلها. فشو بصير مثلا إذا يجي يحكي لك، عفوا يجي يحكي لك البايكربونات قلت بالجسم، قلت البايكربونات بالجسم يعني الكلية صارت تطلع بايكربونات لبرا الجسم مع اليورين، فأنا قاعد بخسر بايكربونات، فالبايكربونات بالدم قل. البايكربونات إذا قل بالدم معناته قل الإشي القاعدة بالدم، معناته راح تزيد حمضية الدم، لأنه الإشي اللي بيحافظ على القاعدة يراح، فما هو يعني إشي بطقى على إشي، صح ولا؟ حمضه قاعدة في بالانس معين عندي، إذا قل القاعدة معناته راح الحمض يطغى، صح ولا؟ إذا قل HCO3 معناته الحمض بالدم زاد، لأنه HCO3 طلع برا، واضح؟ فشو معناته صار عندي؟ صار عندي إيش؟ أسيدوسس، صح ولا؟ صار عندي أسيدوسس. لكن هون الأسيدوسس نيجي عليه بنحكي له وك أسيدوسس شو اللي عملك اللنج؟ بحكي لا والله حرام، اللنج يعني ما إلها دخل بالموضوع، أنا اللي عمل لي الكلية الكدني يعني ماشي. فالآن الكلية هاي بيجي بحكي لها ليش عملتي هيك، المهم كل الحق على الكلية. فهاي الكدني بما انه عملت لي اسيدوسس شو راح نسميه؟ ما بنسميه رينال اسيدوسس زي هون ريسبيراتوري، لا بنسميه ميتابوليك اسيدوسس. شو بنسميه؟ ميتابوليك اسيدوسس ماشي. فاذا هون صار في عندي ميتابوليك اسيدوسس. والعكس صحيح، اذا الان الكلية ما طلعت سي او 3 بالمرة مثلا، خلينا نحكي فارتفع السي او 3 بالدم، لما يرتفع السي او 3 بالدم معناته القاعديه بالدم ارتفعت، لانه سي اتش 2 سي او 3 يعني هو الشيء القاعدي، معناته الحمضيه قلت ماشي. واذا قلت الحمضيه معناته صار في عندي ايش؟ الكالوسيس. شو صار عندي؟ الكالوسيس، واضح؟ لكن هون الكالوسيس شو بنسميه؟ كمان ميتابوليك الكالوسيس، واضح؟ كيف طيب بدي اعرف انه هذا من المشكله ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ عادي تيجي تشوف، يكون في عندك قراءات، تيجي تشوف ال H عفوا سي او 2 وتيجي تشوف ال H سي او 3 ماشي، وتشوف حط لك البي اتش. خلينا ناخذ مثال على السريع والله. طيب اعرف الاشي الطبيعي، الاشي الطبيعي للبي اتش كم؟ 7.35، خلينا نحكي لعند 7.4 يعني. ال H سي او 3 انا كنت احفظها انه 24 ساعه، ليش؟ لأنه 24، بس هي 24 ل 28 تقريبا يعني، ف 24 ساعة. ال H2O هي ايش؟ 48 ساعة، اللي هي دبل ال 24، بس هي كان مش 48 ساعة، هي من 40 إلى خلينا نحكي 45 تقريبا، 46 زي هيك، واضح؟ فهي القراءات الأصلية،
هاي القراءات عفوا الطبيعيه. فشو اللي بصير عندي؟ تيجي بيجي بيحكي لك البي اتش نازل. اذا البي اتش نازل معناته اسيدوز مباشره. اول شيء بتطلع على البي اتش، شفت البي اتش نازل معناته شو؟ البي اتش قليل معناته اسيدوسيس، صح ولا؟ واذا البي اتش مرتفع الكلوزز، فهون البي اتش قليل معناته اسيدوسيس. تيجي تشوف هل هو ميتابوليك ولا سي او 2، بتروح تطلع اول شيء على السي او 2 لانه غالبا بيكون ريسبيراتوري. بتشوف السي او 2، والله اذا شفت السي او 2 بالدم مرتفع معناته ايش؟ معناته شو؟ راح يكون ريسبيراتوري. طيب اذا شفت السي او 2 طبيعي معناته بتطلع على اتش سي او 3، اذا شفت الاتش سي او 3 قليل لانه هو القاعدي معناته ايش؟ هاي المشكله من وين؟ من وين الاسيدوسيس صار؟ صار نتيجة الكلية، معناته إيش؟ ميتابوليك أسيدوس. في طبعا أمثلة لجوه بالمحاضرة راح نحلهم مع بعضينا وراح نعرف شو الأمور هاي إن شاء الله. ماشي بسم الله. فهي الهاي أوبجكتيف طبعا. طبعا إحنا حكينا نص الحكي فما راح نختصر كثير الآن لقدام. الآن كيف بنقيس إحنا غازات الدم بحكولها اللي هي arterial blood gases أو بسموه ABGs بالمستشفى، بس حكي ABGs معناته هذا الإشي. بيجي يشوفوا قديش الـ pH والـ CO2 والـ HCO3. ماشي، وهي القراءات الطبيعية تقريبا. ماشي طيب الآن اللهم صل على محمد. هاي النورمال فاليوز. الآن الـ ABGs اسمها arterial blood gases. شو اللي بدي أوصل له؟ بدي أوصل له إحنا بالوضع الطبيعي لو أنت بدك تروح تقيس دم مثلا، بدك تشوف قوة دمك أو تعمل أي فحص، من وين بسحب الدم؟ من الفين، من الوريد، من الفين. ماشي، مش من الأرتري. لكن هاي الـ ABGs بتنسحب من الأرتري زي ما انت شايف هون، بده يسحب من الراديال ارتري، من الراديال ارتري. طبعا ممكن يسحب من فوق من البريكيال ارتري، لكن من الراديال اسهل. لكن وين القضيه؟ انه الارتريال بلاد جازز لما انت تيجي تدخل ابره بالارتري يعني بيكون فيري بينفول، مؤلمه جدا هاي الابره، لانه انت بتدخلها بالارتري. الارتري كثير يعني في نيرف اندينجز على الوول تاعه، فبيحس بالم شديد اكثر من الالم اللي من الفين. من الفين يعني ما في هذاك الالم، واضح؟ هاي الارتيريال بلود جازز. طبعا حكينا انه البلود هو طبيعي من 7.35 ل 7.45 و و و و، واذا كان اقل من 7.35 معناته اسيدوسيس، اكثر من 7.45 الكلوسيس او الكليميا، نفس الشيء انه بالدم يعني. موست انزايم فانكشن اونلي وذ نارو بي اتش، يعني حكينا بتخربط الانزيمات وهي الشغلات. كمان نفسهم الاليمنتس اللي موجودين عند المعادن والعناصر والاشياء هاي كلها بتتخربط يعني لقدام ان شاء الله، لقدام مش هسه، مش مطلوب منكم تعرفوا هسه، انه اذا صار اسيدوسيس بتتخربط هاي الشغلات، واذا صار الكلوسيس بتتخربط هاي الشغلات. ضيف معاهم كمان الكالسيوم، واضح؟ كل هاي الشغلات بتتخربط نتيجه اسيدوسيس الكلوسيس وغيره. طبعا هون ايش اللي في عندي؟ كيميكال، في عندي ريسبيراتوري، في عندي رينال. اهم شيء ريسبيراتوري والرينال. كيميكال، في كيميكالز بتحاول تعدل هاي الامور، لكن يعني خلينا نحكي ماينر يعني فانكشن. طيب الان بحكي لك في غازات بالجسم او عفوا في احماض بالجسم. هاي الاحماض اما تكون غازيه او غير غازيه او يعني فولاتايل اور نون فولاتايل اسيدز. الفولاتايل اسيدز مين مقصود فيها؟ H2O. حكينا H2O لانه بتحول الى ايش؟ مع المي عن طريق الكربونيك انهايدريز انزيم، مهم جدا، بتحول الى H2CO3. كمان هذا كان بالاحياء والله، كانه متذكر كان هذا الحكي قبل 10 سنوات تقريبا. وهذا الاشي بالاخير بده يتحول الى H المهم، بس طبعا كمان راح يتحول الى كمان بيعطيني HCO3. طب بيجيني واحد يحكي لي طيب ما هي تحول ل H وتحول ل HCO3، ليش بصير اسيدوسيس؟ لانه ال H اكثر. خلينا نحكي ماشي باختصار، يعني باختصار ما بدنا ندخل الموضوع بشكل كبير، بس اعرف انه ال CO2 بالاخير راح يعطيك H. النون فولتايل اسيدز في عندي ايش اسمه؟ فوسفوريك اسيد، في عندي لاكتيك اسيد، في عندي سلفوريك اسيد، ماشي الاشياء. بس ايش يعني؟ خلينا نحكي يعني في يوريك اسيد، تمام، هاي الاشياء موجوده لكن بشكل قليل. فيكست اسيد، هذول بسموهم فيكست اسيد. طيب البفر سيستم اللي هي الشغلات اللي بتحاول انها تخلي البي اتش ثابت، كيف؟ انه بحكي لك تاخذ اتش او بتعطي اتش في يعني حاله الاسيديتي او الالكلوسيس يعني. فالبفر بحكي لك كمان من طرقه انه الويك اسيد اند بيس اكسشينج سترونج اسيد اور بيس فور ا ويك وان. يعني مثلا اذا لقى سترونج اسيد بيجي بيخليه اخف، بيخليه ويك اسيد عشان ما يغير كثير على البي اتش، فعشان ما يصير في ماتش، عشان ما يصير في جريتر التريشن على البي اتش. فهون هو بيشتغل هيك عشان يصير في ماتش سمولر بي اتش تشينجز، يعني اذا اجى حمض كبير بيخليه اقل،
بيس سترونج بيس قاعدة قوية بيخليها أقل وهكذا يعني بفر سيستم. أي الجملة يمكن مهمة إنه بحكي لك الصوديوم بايكربونات اللي هو البايكربونات يعني أو ال NaHCO3 نفس الشيء طبعا NaHCO3 أو HCO3 نفس الشيء هي البايكربونات. والكربونيك أسيد اللي هو ال H2CO3 اللي هو كان يجي يطلع من ال CO2 هذول لازم يظلهم ثابتين على 20:1 يعني البايكربونات 20 والأسيد هذا اللي هو الكربونيك أسيد اللي هو H2CO3 اللي طلع نتيجة ال CO2 مع المي لازم يظلوا 20:1. فإذا حكوا لك تخربطت بطلت 20:1 مثلا اجيت حكت لك صارت 25:1 معناته شو صار؟ ما هو ال 25 مقصود فيها البايكربونات يعني القاعدة معناته صار عندي الكلوسز ايش طبعا ميتابوليك لأنه بايكربونات. طيب إذا صار 20:5 معناته أسيدوسز واضح؟ يعني في شيء اسمه فوسفيت بفر نفس الشيء طب ما في داعي تعرف شو هو طبعا لكن له علاقة بالكدني يعني بيشتغل كثير بالكدني لكن بدون ما تعرف وين وكيف مش مطلوب منك حاليا تعرف هذا الاشي يعني خذ مني. الان في عندي الاسبيراتوري ميكانيزم حكينا هي لها دخل بالفولتايل اسيد. هل عمرك سمعت انه مثلا الكلية بتطلع فوسفيت او الكلية بتطلع يوريك اسيد؟ لا بتطلع السي او 2 فلها علاقة بالسي او 2 فداز نوت افكت فيكست اسيد. ما لها علاقه الفيكست اسيد لايك لاكتيك اسيد سلفريك اسيد يوريك اسيد ما لها علاقه هي لها علاقه بالسي او 2 واضح. طيب وحكينا كيف وهذا الاشي بتغير حسب الريت اوف بريثينج والديبث اوف بريثينج عمقه وسرعه النفس. كيدني اكسكريشن حكينا لها علاقه انها تطلع الاتش برا الجسم او تطلع السي او 2 برا الجسم وهيك بتظبط الامور. اف كيدني فيل اذا كان واحد عنده رينال فيلير يعني فشل كلوي لا سمح الله البي اتش طبعا ايش راح تتخربط وخصوصا راح تقل البي اتش يعني راح يصير في عنده اسيدوسيس. فالواحد اللي عنده رينال فيلير مثلا لا سمح الله بصير عنده غالبا اسيدوسيس. ليش؟ لانه غالبا من وظائف الكليه المهمه انها تطلع الحمض اكثر ما انها تتدخل بالاتش 2 سي او 3 خربيش. طيب فبتطلع الحمض ماشي. فاذا اذا خسرنا تطليعة الحمض من الكدني راح يصير في عندي أسيدوسيس. الكيميكال كومبوزيشن حكينا بايكربونات فوسفات بروتين. شوف بايكربونات 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 احفظها واضح. فوسفات وبروتين ماشي لهم علاقة لكن مش كثير. فالبايكارب هي أهم إشي. أهلين جوري. شو يعني أسيدوسيس؟ يعني أسد نمر كمان. طيب شو بدك تحكي لهم لو سمحت؟ شو بدك تحكي لهم؟ يلا بسرعة. ما أدري. الله يوفقكم شدوا حيلكم شدوا حيلكم. واليوم الجمعة شو لازم يساووا؟ يوم الجمعة لازم صلوا على النبي. كم مرة؟ 10 مرات. ما شاء الله حضانة اليوم انت. هلا هلا مين؟ طيب شوف الان في عندك اشي انترا سيلولار وفي اشي اكسترا سيلولار. شو المين بفر اكسترا سيلولار اللي هو البايكربونات. البايكربونات هي الاشي القاعدي واللي حافظ لي على البي اتش يعني يشتغل كبفر برا الخلايا. البايكربونات الفوسفيت هو المين بفر داخل الخلايا او خلينا نحكي المين بيسك داخل الخلايا كمان. الفوسفيت اللي هو زي الاي تي بي نفسه تبع الطاقة الاي تي بي او الـ AMP اذا كان واحد فوسفيت او الـ ADP اذا كان اثنين فوسفيت لانه اسمه ادينوسين ترايفوسفيت او دايفوسفيت او مونوفوسفيت. هذا داخل الخلايا. الان في بروتينز كمان هذا اكثر شيء يشتغل بالهيموغلوبين يعني خلايا الدم الحمراء فيها هيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين يشتغل كبفر كمان بيساعد لكن اكثر شيء طبعا زي ما حكينا البايكربونات فما رح نتطرق لهذول وكيف يشتغلوا. هون انا بحكي لك انه هاي القاعدة الموجودة عندي لها اسم ليجيون برانون برينسيبل ما مش مهمة اول مرة اسمع فيها واخر مرة. فانه هون بحكي لك انه كيف السي او 2 والاتش 2 او بيعطيني اتش 2 سي او 3 ويعطي اسيد واتش سي او 3 اللي هو البايكربونات. هون الاسيد اهم اشي. هون طبعا بانزيم اسمه الكربونيك انهايدريز هو اللي بيساعدني. هون انه كيف الكلية بتلعب دور بانها راح تطرح لي الاسيد او تطرح لي البايكربونات الموجود عندي. الان شو هي الشغلات اللي ممكن تعمل لي اسيدوسيس الكلوسيس ميتابوليك اسيدوسيس ميتابوليك الكلوسيس. شوف هون مثلا عندك ريسبيراتوري اسيدوسيس. ريسبيراتوري اسيدوسيس شو الشغلات اللي حكينا بتاثر او الشغلات اللي بتعمله اذا الانسان
ما تنفس كويس، اذا الانسان ما طلع ثاني اكسيد كربون كويس. طبعا هون غالبا ممكن يصير عند المدخنين، لانه المدخن الرئه اصلا خربانه فمش قادره تطلع ثاني اكسيد الكربون، واضح؟ يعني الان ثاني اكسيد الكربون ينتج من الخلايا، والخلايا بتطلع ثاني اكسيد الكربون، لما تحرق الطاقه بيطلع عندي ثاني اكسيد الكربون، صح؟ فثاني اكسيد الكربون لما ينتج مش قادر الرئه انها تطلعه. ليش؟ لانه الانسان مدخن فالرئه عنده كثير تعبانه للاسف يعني. فالمدخن يعني مش عارف، الله يعافي كل مدخن ويبعده عن هذا الاشي الكثير سيء اللي الان صرنا نشوف في المستشفيات، ناس باعمار الزهور اما اسطوانه اكسجين معاه او انه يعني مستوي على الاخر بالعمر اللي هو لازم يرتاح فيه، ببلش بمضي حياته كلها بالمستشفيات للاسف. فهذا ريسبيراتوري اسيدوسيس. الان ريسبيراتوري الكالوسيس، قلنا شو السبب اللي يعمل لك الكالوسيس؟ انه انت تتنفس بسرعه وديب بنفس الوقت. شوف هون هاي بالله، شايف كيف زعلانه وتصرف وكذا. تخيل انه هاي ايش مثلا ما نجحت بالتوجيه، هاي اذا ما نجحت بالتوجيه كيف شو راح تساوي؟ هيك انا ما نجحت وليلى نجحت وهديك كمان، بصير تنفس بسرعة زيك. طبعا هاي حالة كثير بتشوفوها بالمستشفيات بكرة، فبصير تنفس بسرعة بسرعة بسرعة، بعد شوي ايش تتشنج. طبعا التشنج اللي صار نتيجة انه الكالسيوم قل. هسه احكي لك ليش. شوف الان لما يصير في عندك الكالوسيس يعني قل ثاني اكسيد الكربون، نتيجة انه الانسان بتنفس بسرعة فبيطلع ثاني اكسيد الكربون بسرعة، فبيقل ثاني اكسيد الكربون بالدم، فبالتالي بيقل الحمض بالدم، معناته بيرتفع البي اتش، واضح؟ إذا ارتفع البي اتش معناته هذا ايش؟ الكالوسيس. بس طبعا ريسبيراتوري الكالوسيس لانه من وراء النفس السريع. لما يصير عندي الدم قاعدي، الكالسيوم الموجود بالدم بطلع يركب على البروتينات اللي هي تمشي بالدم، فبطلع الكالسيوم يركب الكالسيوم وين؟ على البروتين، فيقل الكالسيوم بالدم، بيقل الكالسيوم بالدم نتيجه الكالوسيس. بس يروح الكالوسيس بيرجع بنزل من الباص اللي طلع فيه، فبس يقل الكالسيوم من الدم بصير عندي تشنجات نتيجة هايبوكالسيميا، واضح؟ طبعا شو علاجهم هذول؟ انك تيجي تعطيه كيس وتسكر ثمه بكيس وتخليه يتنفس بالكيس، يعني يتنفس وياخذ نفس من نفس الكيس نفسه فترة معينة لحتى ايش؟ لانه بيطلع ثاني اكسيد الكربون وبرد يسحب ثاني اكسيد الكربون، بيطلعه برد يرجعه لانه الكيس مسكر، صح ولا لا؟ بس طبعا مش تخليه لدرجة انه ينخنق، الها طبعا شغلات، ما علينا. فهي ايش؟ ريسبيراتوري الكلوس. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الان ميتابوليك اسيدوسيس شو المقصود فيها؟ انه الانسان ميتابوليك معناته ايش؟ شغله بالدم، معناته غالبا ايش؟ ال HCO3 البايكربونات قلت، صح ولا لا؟ فاذا قلت البايكربونات بده يصير عندي اسيدوسيس. ليش؟ لانه راح يصير الحمض يلعب على كيفه. فكيف بتقلل البايكربونات؟ بحكي لك اكثر شيء بتقلل البايكربونات نتيجه مثلا دياريا، اسهال متكرر، الامعاء فيها بايكربونات، فانت بتخسر بايكربونات زي ما انت شايف هذا الانسان. طيب فبتخسر CO3 فبصير في عندك ميتابوليك الكلوس او اسيدوسيس. طبعا في اسباب اخرى وفي اسباب ثانيه وغيرها، بس يعني اعرف هذا المثال. المثال الاخر اللي هو ميتابوليك الكلوسيس، معناته شو صار عندي؟ صار في عندي انه الجسم ايش صار فيه؟ الجسم زاد CO3. طبعا زاد CO3 او قل الاتش نفسه. طب الان شو في عضو بالجسم مليان حمض او حموضته عاليه جدا؟ المعده. فإذا الإنسان استفرغ كثير، صار في عنده استفراغ استفراغ استفراغ، الآن قاعد يخسر حمض من المعدة، والمعدة قاعدة إيش؟ بتصنع حمض، بتأخذ من الدم الحمض وتحطه فيها، فبتخسر الجسم حمض، فبيقل الحمض، فبصير الـ HCO3 مرتفع. إن شاء الله تكونوا فاهمين علي. فنتيجة الاستفراغ الشديد زي ما إحنا شايفين هذا الإنسان، فبما إنه الإنسان يستفرغ معناته بخسر حمض، معناته صار في عنده الكالوسيس، بس إيش هذا؟ مش من النفس، من الجسم، معناته ميتابوليك الكالوسيس. وضحت؟ ممتاز، ان شاء الله راح تكونوا هيك فهمتوا الامور. طيب بحكي لك الان هاي الكومبنسيشن، ريسبيراتوري كومبنسيشن. هاي الان شوف الكومبنسيشن يعني تعويض، ايش اشي بعوض مكان اشي. مثال بسيط، انه والله الانسان هذا مثلا هذا في عنده ريسبيراتوري اسيدوسيس، ماشي؟ الان الكليه راح ايش تحس؟ انه هذا الانسان عنده ايش؟ ريسبيراتوري الكلوسيس، ماشي؟ فهاي الكليه شو راح تعمل؟ لنفرض طبعا انه هاي الكليه شو راح تعمل؟ بما انه عنده اسيدوسيس معناته الحمض زايد، شو راح تسوي؟ راح تحكي بدي بايكربونات اكثر، فبتبطل تطلع بايكربونات كثير، فبتزيد عندي ايش؟ البايكارب، ماشي؟ بتزيد البايكربونات، فاذا زادت البايكربونات برجع الوضع الطبيعي. فانت شو المقصود؟ انه مثلا اجيت على واحد عنده ريسبيراتوري اسيدوسيس، ماشي، والبايكربونات شوي مرتفعه، بعرف انه هذا الانسان عنده ريسبيراتوري اسيدوسيس، بس الان الكليه بتحاول انها تصلح كومبنسيت،
فبتحكي هذا في معناته كومبنسيشن، قاعدة بتعوض. والعكس صحيح، إذا واحد مثلا عنده مثلا الكلوسز، الكلية راح تصير إيش، تطلع CO2 أو HCO3 وترجع الحمض، حتى إيش تحاول تصلح الكلوسز اللي عملته اللنج. والعكس صحيح، إذا الكلية فيها مشكلة يصير الإنسان يحاول هو يصلح، الرئة تصلح. يعني مثلا واحد عنده ميتابوليك أسيدوسز، يعني الحمض عنده مرتفع، أو الـ HCO3، طبعا بنقيس احنا على HCO3، HCO3 منخفض ماشي، HCO3 منخفض، فعنده ميتابوليك أسيدوسز. بما انه أسيدوسز، شو راح تعمل الرئة حتى تعوض الأسيدوسز اللي صار بالجسم نتيجة مشكلة بالكلى؟ شو راح تعمل؟ راح يصير النفس سريع ماشي، حتى يعمل ووش اوت للCO3، للCO2 عفوا، لثاني اكسيد الكربون، فبخسر انا حمض. ان شاء الله هاي مفهومه، هاي اللي اسمها كومبنسيشن. فريسبيراتوري كومبنسيشن حتى تعوض الميتابوليك، والعكس صحيح، الميتابوليك كومبنسيشن حتى يعوض الريسبيراتوري. فلما يكون في عندي ميتابوليك اسيدوسز مثلا، في شيء اسمه كيمو ريسبترز، هاي مستقبلات بتحس انه في عندي حموضه بالدم نتيجه تغيير الاتش، فبتغير الريسبيراتوري ريت ودبث. واحد عنده ميتابوليك الكلوسز، الرئة ايش تحكي؟ الو مرحبا يا كيمو ريسبترز، كيف الوضع عندك؟ بتحكي الكيمو ريسبترز والله ترى الزلم هذا عنده الكلوسز، فشو بدنا نعمل؟ معناته احنا لازم ما نتنفس بسرعة، فخلي السي او 2 يزيد بجسمه حتى السي او 2 يتحول لحمض ويعوض الكلوسز اللي عملته هذيك الكلية ماشي. والعكس صحيح، واحد عنده ميتابوليك اسيدوسز، فراح يحكي الكيمو ريسبترز مع اللنج، مرحبا لنج كيف حالك، والله بسرعه بدي النفس يزيد بسرعه لانه في ميتابوليك اسيدوسز، فبدي اياك تطلع سي او 2 يعني تطلع حمض من الجسم فحتى نخلص منه ماشي. This is compensation. سبحان اللي خلق هاي الكومبنسيشن، سبحانك ربي ما اعظم خلقك، شو هذا؟ هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه، هالاشياء خلقت حالها لحالها بيحكوا لك. طيب الان respiratory rate will increase when blood H is increased، يعني الان نفس اللي حكينا طبعا، اذا واحد كان عنده acidic pH او الحمض زاد بدمه، respiratory rate راح يزيد، راح يصير يتنفس بسرعة blown off، يعني راح يصير يتنفس بسرعة ويطلع wash out لهذا الاسيد، فبالتالي راح يقل الاسيد بالجسم ويتحسن الامور. ونفس الاشي respiratory rate متى بيقل؟ اذا كان في عندي alkalosis alkaline pH، راح السي او 2 ريتيند يعني يظل بالجسم او يقللوا تطليع السي او 2 من الجسم فبتتحسن الامور. طيب this means شو بتعني هالاشياء على السريع؟ اذا عندي ميتابوليك اسيدوسز راح نحكي مع الرئه، نحكي لها زيدي الووش اوت للسي او 2، معناته راح يزيد الريت والدبث اوف فنتيليشن للنفس، حتى انا ايش the body attempts to get rid of acids، بدنا نطلع الاسيد هذا نخليه يطلع برا. والميتابوليك الكالوسيس بدنا اسيد يعني حتى يعوض الكالوسيس، فديكريز الريت اند ديبث اوف فنتيليشن فبتتحسن الامور. الريسبيراتوري ميكانيزم تيك سيفرال مينيتس تو اورز، بدك تعرف شغله، شوف الريسبيراتوري ميكانيزمز اسرع من الميتابوليك او اسرع من الكليه، يعني الان الريسبيريشن لما بده يعوض بيعوض بدقائق لساعات، بينما هذاك بده ايام الكلى، هاي النقطة عرفها ماشي. فلأنه النفس على السريع بتنفس أنا وبتحسن الأمور، بس الكلية لما تقعد وترجع وتطلع وأبصر إيش بدها وقت. رينال كومبنسيشن، أنه الآن الكلية كيف بتعوض؟ بتعوض أنها إيش، إما تطلع الأتش أو ترجع CO2 أو الأتش CO3 عفوا، أو العكس أنها ترجع الأتش وتطلع ال، مش عارف شكلي حكيتها نفس الجملة يعني مبينة واضحة، انه انا بدي حسب شو عندي اسيدوس او الكالوسيس، اذا اسيدوسيس بدي اتخلص من هذا الحمض وارجع بايكربونات، اذا الكالوسيس بدي انا ايش اعمل، بدي ارجع الحمض واطلع البايكربونات حتى احسن الامور تمام. في عندي فوسفيت بفر، امونيا بفر، بايكربونات بفر، بايكربونات موجوده بجميع الجهات بالدم وغيره، بس بتشتغل هون مع الفوسفيت بفر والامونيا بفر، وهيك بحاولوا ايش حتى يصلحوا الامور. هذا بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول والثيك اسندنج لوب اوف هيلي اند ايرلي ديستال كونفوليوتد تيوب، مش مهم طبعا، مش مهم تعرف كيف، مش مهم تعرف ليش، يمكن اتصور يمكن حتى بسنه ثالثه ما راح تاخذوا هذا الحكي اتصور. طيب وهون نفس الشيء كمان بالليت وبالكولكتنج داكت كمان بتصير امور، بس انه اعرف انه امونيا بفر فوسفيت بفر هذول بتشوفهم غالبا بالكدني، طبعا مع البايكربونات بفر اللي احنا بنحكي عنه.
طيب رينال كومبنسيشن نفس الشيء نفس الحكي، اذا كان في عندي ريسبيراتوري بروبلم مشكله بالنفس بالكدني بدها تصير تعوض، بتعوض اعتمادا على الاتش سي او 3 والاتش. وان اسيديميا اذا كان في عندي اسيديميا بدي اتخلص من الحمض معناته، بس فبتصير اكسكريت الحمض وريتين الايش الاتش سي او 2 او عفوا الاتش سي او 3. والعكس صحيح، اذا عندي الكليميا يعني انا بدي حمض الان بدي اعوض بحمض، فراح ترجع الحمض وبتطلع البايكر تسمين. انا نفس الحكي اذا ريسبيراتوري اسيدوسيس حكينا شو بصير، اذا ريسبيراتوري الكلوسيس معناته الكليه راح تصير ترجع الحمض ريتين الاتش وتطلع البايكر نفس الحكي. لكن وين slowest compensation بطيء جدا ممكن يقعد لايام most powerful method of compensation. لكن شوف مش بحكولك دائما الشغل نظيف بده وقت، هذا شغل نظيف بده وقت بس شغل نظيف، فهو most powerful method of compensation يعني قوي بيرجع الامور تمام بيرجع الوضع سوبر ف most powerful method of compensation. لكن المشكله وين، انه لو لا سمح الله لو واحد عنده renal failure ما راح يشتغل هذا الاشي صح ولا لا؟ ف ineffective in patients with renal failure. لان سمري عسري الان انتم بدكم تجاوبوا، خلينا نشوف شطارتكم. طيب شوف شو حاط لك هون، حاط لك النورمال فاليوز للاي بي جيز يعني arterial blood gases، هي البي اتش الطبيعي، هي السي او 2 الطبيعي، هي الاتش سي او 3 الطبيعي، هذول طبيعي كله طبيعي ماشي. فالان النورمال شو النورمال البي اتش سي او 2 اتش سي او 3 هيهم هيهم هذول النورمال تمام. طيب نيجي الان ريسبيراتوري اسيدوسيس، بما انه اسيدوسيس معناته البي اتش شو بي اتش نازل لانه اسيد، اسيدوسيس معناته البي اتش قليل، البي اتش قليل معناته شو الاسيد او الاتش يعني الاتش مرتفع، البي اتش والاتش عكس بعض مهمه، اسيدوسيس يعني حمض معناته الاتش مرتفع والبي اتش قليل، البي اتش كل ما كان اقل كل ما كان اسيد. حلو الكلام. طب الان في عندي سي او 2 وفي عندي اتش سي او 3 كيف بدي اعرف؟ شوف بحكي لك ريسبيراتوري اسيدوسيس معناته شو، معناته المشكله من الاتش من السي او 2، معناته السي او 2 شو مرتفع ولا قليل؟ مو السي او 2 راح يتحول لحمض، معناته السي او 2 مرتفع فالسي او 2 تحول لحمض. طب البايكربونات شو؟ ما لها دخل طبيعي. لكن متى ما متى بتكون البايكربونات مثلا مرتفعة؟ إذا في كومبنسيشن، الآن إذا في كومبنسيشن إذا الكلية بدها تحاول تعوض بترفع كمان البايكربونات، واضح؟ لكن مش مطلوب منكم الكومبنسيشن أتصور. لكن إذا مرت عليك مثلا إنه والله عندك سي أو 2 مرتفع معناته ريسبيراتوري أسيدوس، شفت كمان البايكربونات فيها ارتفاع معناته هاي ريسبيراتوري أسيدوس بس الكلية بتحاول تعوض، وقيس على باقي الشغلات. طيب ريسبيراتوري الكلوسيس، بما انه الكلوسيس معناته البي اتش مرتفع معناته الاتش قليل لانه الكلوسيس الكلاين يعني. طيب بما انه ريسبيراتوري معناته المشكله بالرئه من سي او 2 معناته السي او 2 قليل لانه السي او 2 قليل فما تحول لحمض فصار في عندي الكلوسيس، او انه هاي المره اللي رسبت بالتوجيهي معناتها اللي صارت تتنفس بسرعه فصار في عندها ريسبيراتوري الكلوسيس. طيب الاتش سي او 3 شو ما لها دخل لانه احنا قاعدين نحكي ريسبيراتوري. طيب ميتابوليك اسيدوسيس، ميتابوليك معناته المشكله بالاتش سي او 3. طيب ميتابوليك اسيدوسيس، اسيدوسيس معناته البي اتش قليل يعني حمض معناته الاتش مرتفع حلو، بس ايش ميتابوليك معناته الاتش سي او 3 المشكله فيه. شو بصير بالاسيدوسيس بالاتش سي او 3 يرتفع ولا يقل اصلا؟ ليش صار اسيدوسيس؟ لانه قل القاعده قل الاتش سي او 3 البايكربونات قلت فصار اسيدوس، فبيكون البايكربونات قليل والسي او 2 ما له دخل لانه هذا ميتابوليك. ميتابوليك الكلوسيس معناته البي اتش مرتفع معناته الاتش قليل يعني الكلوسيس، لان دائما البي اتش والاتش عكس بعض لا تخربط تمام. معناته سي او 2 بما انه ميتابوليك الكلوسيس سي او 2 ما له دخل، بس الاتش سي او 3 ايش الاتش سي او 3 شو بيكون؟ بما انه الكلوسيس معناته البايكربونات مرتفعه فعملت لي قاعديه، لانه البايكربونات هي قاعده فعملت لي قاعديه، واضح؟ هاي هيك هي الحلول. طبعا هذول اللي هيك حاطهم انا خطوط انه ما لهم دخل ممكن تلاقيهم ايش فيهم تغييرات، ممكن تلاقي فيهم تغييرات، لكن ايش انت بتكون عارف انه هاي التغييرات نتيجه كومبنسيشن، كومبنسيشن نتيجه تعويض مش اكثر. او في حاله مش مطلوب معاكم انه يكون ميكست، انه في عنده ريسبيراتوري مع ميتابوليك، هذا شيء مش مطلوب منكم كمان، بس انه اعرف هذول وكثر خيرك وان شاء الله تفللوا بالامتحان. بس بنفس الوقت ممكن ما يجيب لك اسهم هيك، ممكن يجيب لك قيم، فاعرف القيم الطبيعيه عشان مباشره تقيس عليها. نيجي الان لهون في عندك سؤالين، بحكي لك هايبو فنتيليشن شو بعمل لك؟ اذا هايبو فنتيليشن معناته الانسان مش قاعد يتنفس كثير فما بيطلع سي او 2 كثير
فالسي او 2 راح يتراكم وين؟ بالجسم، فبيزيد السي او 2 بالجسم. اذا زاد السي او 2 بالجسم شو راح يصير؟ راح يصير في عندك اسيدوسيس، صح ولا لا؟ لانه السي او 2 راح يتحول لحمض بالاخير. الاسيدوسيس اللي هون نتيجه الرئه ولا مش نتيجه الرئه؟ نتيجه الرئه، معناته this is respiratory acidosis. acidosis. طيب نيجي الان in response to respiratory acidosis. الان بحكي لك انه واحد عنده respiratory acidosis، تمام، يعني الحمض عنده زايد بالدم نتيجه مشكله بالرئه، نتيجه زياده CO2 بالدم، صح ولا؟ بحكي لك الان كيف الكليه راح تعوض. باختصار الكليه شو راح تعمل؟ الكليه بتيجي تحكي والله عندي حمض كثير بالدم، فشو راح اعمل؟ راح تكحش الحمض من عندها، فراح ايش؟ اكسكريت مور هيدروجين، راح تطلع الحمض من الدم وراح ترجع بايكار. اي واحدة انت شفتها معناته صح. فبنشوف هل في عندك هون بحكي لك ايش؟ سكريت مور هيدروجين ايونز اونلي. طبعا هاي كلمة اونلي سيبك منها، ماشي؟ اونلي اونلي اونلي، شوف اعرف قاعدة بالكلية اذا بدها تطرح اتش بتجيب بدالها بايكار، فدائما مع بعض يعني، ما علينا. فهون سكريت مور هيدروجين ولا اكسكريت، او سكريت مور هيدروجين ولا اكسكريت مور بايكربونيت، يعني بتطلع بايكربونيت؟ لا طبعا ما راح تطلع بايكربونيت، لانه هيك كمان راح يصير عندي اسيدوسيس اكثر واكثر. او اكسكريت فيور بايكربونيت ممكن، بس انا مش قاعد بشتغل على البايكربونيت حاليا، بدي اخلص من الحمض هسه. او سكريت مور هيدروجين ايون اند فيور بايكربونيت، لا شوف انت عارف انه ايش هذا الجواب ايه، ماشي. الشغلات الفلسفه الزياده بالسؤال مش اصلا، هذا السؤال مش لكم يعني باختصار، بس انه يعني كويس تعرف. والان ممكن يجي يحكي لي سؤال، شوف نضيفه على هذول، طلع بالله بدي احكي لك شغله. اذا عندك انت ريسبيراتوري اسيدوسيس حتى الكليه تعوض، بدي احط لك هون يورين، بدي احط لك هون يورين اللي هو ايش؟ اليورين، تمام. فهذا اليورين لو اجيت حكيت لك واحد عنده ريسبيراتوري ايش؟ اسيدوسيس، شو راح تسوي الكليه؟ راح تطرح اسيد كثير، فشو راح يكون اليورين؟ راح يكون اليورين ايش؟ حمضي اسيدك. ليش؟ لانه الان الكليه بدها تصير تطرح الحمض وتتخلص منه. اذا كان عندي ريسبيراتوري الكالوسيس، الكليه راح ايش؟ تسحب الحمض وترجعه للدم، فراح يكون عندك ايش؟ هون الكلاين، ماشي، هون اسيد وهون الكلاين، واضح؟ وزيك مش مطلوب منكم ممكن، بس اذا اجاك سؤال بحاول يعني نغطي كل الامور. طبعا هاي هي كل الاجوبه اللي موجوده عندكم، وهيك هاي بتكون خلصت المحاضرة. بدي احكي لكم الان ليش هاي المحاضرة عزيزة علي. لما كنت سنة خامسة كان عندي امتحان اطفال، فهاي المحاضرة كانت لدكتور ثاني، فحكونا انه تشرحوها. اجيت والله كانت محاضرتين هاي، نفس الحكي اللي حكيناه طبعا هسه، والحمد لله شرحنا المحاضرة او المحاضرتين ورحت، على انه كان الاسبوع الجاي عندي امتحان اطفال. فامتحان الأطفال بيجي أربع ستيشنات، بتفوت على الغرفة الأولى بسألوك أسئلة، بتفوت على الغرفة الثانية بسألوك وزي هيك. فكانت الأمور كثير كويسة، بس الغرفة الأخيرة الناس اللي بتدخل عليها قاعدين بيطلعوا مخبصين يعني بالامتحان. فأنا قلت يعني الله يسر أبصر شو راح يكون هسه السؤال. فتت جوا كان دكتور التنفسية للأطفال طبعا، فولا إيش السؤال؟ ولا السؤال زي هيك نفس هذا الشيء، بس طبعا مش أسهم، أرقام محطوط انه واحد عنده هيك هيك ارقام، مش جدول، ارقام محطوط عنده البي اتش كذا، سي او 2 كذا، اس سي او 3 كذا. طبعا انا شرحت المحاضره قبل اسبوع يعني، سبحان الله، ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، او ما دام العبد في عون اخيه. فحكيت ايه هاي 1 2 3 4، والله انصدمت الدكتور انه يعني، لانه هاي المواضيع الواحد ما بتمر عليه كثير، فممكن يكون ناسينها الطلاب الثانيين. والحمد لله خلصت قبل بوقت بكثير، وقاعدة تحكي لي ايوه من وين انت وهيك، لانه خلصت الستيشن فل يعني. الحمد لله بدي احكي لكم انه انتم بالمستقبل حاول ساعد قد ما تقدر، لانه بمساعدتك هاي ممكن يجي مثلا انت تساعد انسان بمعلومة، هاي المعلومة ممكن تنقذ حياة مريض، هاي المعلومة ممكن تكون تعرفها وتستفيد منها وتتذكر الانسان وتدعي له بالخير. وبنفس الوقت هذا اذا انت ساعدت ناس رب العالمين بييسر لك الامور، لانه طول ما انت في عون العبد عباد رب العالمين، يعني طول ما رب العالمين في عونك، وشو بدك أحسن من أنه رب الشغلات اللي خلقها هاي كلها يكون في عونك، اللي محافظ على كل إشي ما يتغير وكل إشي مزبط ومتكتك ويكون معك، شو بدك أحسن من هيك؟ سبحان الخالق. الله يرحمنا برحمته ويوفقكم جميعا، ونراكم إن شاء الله في الفيديو الثالث اللي هو كأنه respiratory أو شيء زي هيك. ولا تنسونا من صالح دعائكم، وأكثروا من الصلاة على النبي اليوم الجمعة،
وربي يوفقكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد والشكر لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.